اللجنة الاقتصادية هل أصبحت لافتة عريضة لفساد مقربين من الرئيس هادي؟ ما هي طبيعة مهام هذه اللجنة؟ وهل فعلا تم تجميد أعمالها منذ 6 أشهر؟ إذن من يصدر القرارات والإجراءات باسم اللجنة الاقتصادية؟ أهلا بكم. اللجنة الاقتصادية المؤقتة التي شكلت لوقف انهيار سعر العملة اليمنية أصبحت محط انتقادات حادة، فالقرارات والإجراءات الأخيرة الصادرة باسم اللجنة خلال 6 الأشهر الماضية تؤكد أن اسم اللجنة بات لافتة عريضة لفساد ينمو ويزدهر، خصوصا بعد نفي رئيس اللجنة وأحد أعضائها علاقة اللجنة بما يصدر تحت اسمها. فهل باتت اللجنة تقوم بدور المؤسسات المخولة قانونيا في الجمارك والضرائب؟ لماذا تغيرت مهام اللجنة من لجنة استشارية وتقديم خبرات إلى لجنة تقوم بالتحايل على قرار كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية وتتلاعب بعملية إصدار تراخيص دخول المشتقات النفطية؟ لماذا تقوم بعرقلة الإجراءات لتزيد خسائر التجار من وقوف الباخرة في الميناء بدون تفريغ وتحميله غرامات تأخير لا نهاية لها؟ هل يقبل أعضاء اللجنة أن يمارس هذا الفساد باسم اللجنة الاقتصادية؟ لماذا باتت الدائرة المقربة من الرئيس هادي وكرا للفساد دون أي اعتبار لمن يموتون جوعا؟ وهل باتت الشرعية تقاسم ميليشيا الحوثي أزمات البلاد؟ على غفلة من الحرب ومن أوجاع اليمنيين يبرز اسم اللجنة الاقتصادية المؤقتة محاطا بكثير من علامات الاستفهام والسخط الشعبي. اللجنة التي تم تشكيلها لوقف انهيار سعر العملة يرتفع في وجهها مؤخرا صيحات احتجاج تدور حول شبهات فساد تورطت فيها هذه اللجنة أو بعض أعضائها، وهو ما استدعى خروج بعض مسؤوليها للتبرئة أنفسهم مما يدور حول عملها من شبهات. رئيس اللجنة حافظ معياد يتهرب من المسؤولية حول مخالفات اللجنة بتصريحات تؤكد أن مكتبا فنيا معينا بقرار من مكتب الرئيس هادي هو الذي تحمل عمل اللجنة الاقتصادية كاملا، ملمحا أنه يتم استغلال اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها أو تقرها وتدخل في صميم عمل الأجهزة التنفيذية. وبحسب عضو اللجنة أحمد غالب فإن عملها مجمد من شهر مارس من العام الجاري ولم تعد تمارس أي مهام، ولم يتم دعوة مسؤوليها للاجتماع أو استشارتهم منذ ذلك التاريخ. أثير هذا النقاش حول دور اللجنة الاقتصادية وأعمالها عقب صفقة مشبوهة تتمثل باعتماد اللجنة لشركة فحص شاحنات الوقود المستوردة إلى جميع الموانئ اليمنية قبل أن تستكمل بقية الشركات الدولية المتقدمة إجراءاتها لاعتمادها ضمن الشركات الفاحصة. ليست المشكلة هنا فقط، فاللجنة استحوذت بطريقة أو بأخرى على شهادات الاعتماد وإصدار تصاريح دخول السفن النفطية، وتمارس تعسفات باحتجاز الناقلات النفطية وتأخير تصاريح دخولها لأسابيع طويلة لابتزاز التجار. تصل الاتهامات لحد التأكيد أن اللجنة تقوم بالتحايل على قرار منع احتكار استيراد المشتقات النفطية لتتلاعب بعملية إصدار تراخيص دخول المشتقات النفطية لصالح مقربين من الرئيس هادي. كما تتهم اللجنة بإجبار التجار على دفع جمارك وضرائب غير قانونية وغير موحدة قبل وصول السفن التي تحمل المشتقات إلى الحديدة، ليضطر التجار لاحقاً لدفعها مرة أخرى لميليشيات الحوثي، وهو ما يضاعف من سعر المشتقات على المواطنين. وهكذا تبدو ميليشيا الحوثي وكأنها لم تعد وحيدة في ميدان تأزيم الوضع الإنساني وصنع الأزمات التي تلحق بالغ الأذى باليمنيين. كانت النتيجة هذه الأزمة التي انعكست سلباً على حياة الناس. يزداد أوضاع اليمنيين سوءاً ويتعالى غضبهم وسخطهم تجاه سياسات وأداء الرئيس هادي الذي سلم قيادة الدولة وقراراتها لمسؤولي مكتبه والمقربين منه لتتعدد طرق وأساليب ممارسة الفساد دون اعتبار لمأساة شعب يخوض حرباً للسنة الخامسة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث في الشأن الاقتصادي عبر سكايب من كوالالمبور، وسينضم معه آخرنا عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ عبد الواحد. مساء الخير أستاذ أسماء.
إذا أستاذ عبد الواحد، زاد الحديث عن فساد اللجنة الاقتصادية وتداخل مهامها مع هيئات ومؤسسات أخرى في الدولة، ونود أن نستوضح منك بداية ما هي طبيعة عمل اللجنة الاقتصادية أو لما شكلت؟ حسب القرار الذي أصدر في أغسطس الماضي، أغسطس 2018، تم تشكيل اللجنة الاقتصادية على أساس أنها لجنة ذات مهام استشارية، مهمتها الخروج من أزمة تدهور الريال اليمني. هذا ما تم الإعلان عنه في حينه. نعم. بعد ذلك تلاحقت الأحداث وبدأنا نرى رئيس هذه اللجنة الاقتصادية اللي هو حافظ معياد يعين كمحافظ للبنك المركزي، وبدأت تدريجيا اللجنات تقوم بمهام تنفيذية مش المفروض أنها من اختصاصها، ولا القرار التي أنشئت من أجله يدعم القيام بهذه المهام من الناحية القانونية. فمن هذه النقطة يعني يمكن احنا نفسر الهدف الحقيقي وراء إنشاء ما يسمى اللجنة الاقتصادية، لأنه لا معنى لوجود لجنة المفروض أنها دورها استشاري بحت لتصبح بعد ذلك ذات مهام تنفيذية، ثم بعد ذلك تستبدل بمكتب فني، ثم بعد ذلك يظهر لنا شخص واحد يمثلها اللي هو حاليا يعني حتى اللحظة فارس الجعدلي، بحكم زي ما ذكرتم في التقرير الدكتور أحمد غالب ذكر أنه اللجنة متوقفة من أبريل الماضي، ولا اجتماعات لها ولا لها أي نشاط. فلأنه في الوضع الطبيعي وفي حالة مثل حالة الحرب التي تمر بها البلاد، عادة ما يتم تشكيل لجان لمواجهة مشاكل اقتصادية، ويتم فيها ضم الوزراء أصحاب العلاقة بالملف الاقتصادي، يعني وزير المالية، وزير التجارة، محافظ البنك المركزي وغيرهم من المختصين، بحيث أن هذه اللجنة تكون عندها القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه على أرض الواقع، وفي نفس الوقت بإمكانها تستعين بمن تحتاجه من خبراء أو اقتصاديين كل بحسب المهمة المنوط بها. لكن أن يتم تحييد الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة واستبدالها بلجنة غير قانونية أساساً لتتحكم بمصائر الناس، فتصور أنه هذه اللجنة ليست إلا أداة بيد المافيا الموجودة في الرئاسة. نعم، يعني هناك من يقول ذلك أستاذ عبد الواحد، يعني بعد حديث رئيس اللجنة حافظ معياد وعضو اللجنة كما ذكر التقرير أحمد غالب، والذين أكد أن اللجنة مجمد عملها منذ 6 أشهر، وهناك من يقول أستاذ عبد الواحد أن هذه اللجنة أصبحت مجرد إدارة بيد أشخاص مقربين من الرئيس هادي، هل ترى ذلك؟ أتصور هذا الكلام إلى حد ما إلى حد كبير صحيح، لأنه احنا لو رجعنا الى اصل الحكايه انه تصاريح رسو البواخر في الحديده واي ميناء من وانا الجمهوريه لا يتم الا بورقه موقعه ومختومه من مكتب الرئيس هادي، ترسل بعد ذلك هذه التراخيص الى قياده التحالف للسماح للبواخر برسو في الميناء او الموانئ الاخرى. ومنذ بدايه الحرب ومن سيطرون على مكتب الرئاسه هم من يستلمون عمولاتهم، وعندهم تواصلات وتنسيق مستمر مع الحوثيين. فمن الواضح وبمراقبة وتتبع لتسلسل الأحداث اللي حصل، واضح أنه هذه اللجنة الاقتصادية ليست إلا أداة يد من هم موجودين في مكتب الرئاسة لتنفيذ ما, 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 ما يخدم مصالحهم هم ولا شيء غير ذلك. نعم، إذن لما يقبل أعضاء اللجنة ورئيسها أن يعني يتم تجميد عمل اللجنة منذ 6 أشهر ولا يتم الحديث عن ذلك ولا يتم الإعلان للناس إلا يعني مؤخرا وربما ببيانات ليست واضحة؟ لا يفترض أن تصدر اللجنة بيانا رسميا أن ما يحدث لا يمت لها بصلة؟ من يصدر داخل اللجنة؟ من يمثل اللجنة؟ من الذي يقول ومن الذي لا يقول؟ انه كانت اللجنه، هل هناك يعني اختلاف داخل اللجنه نفسها؟ خالد حافظ معي
من الواضح أن هناك اللجنة عبارة عن أدوات يديرها أشخاص آخرين بكل بساطة. وإحنا لو تكلمنا عن ليش ما بيتكلموش وليش ساكتين، أصلاً 99% من موظفي الحكومة ومسؤوليها في الصف الأول بيستلموا رواتبهم ساكتين، وهم ساكتين مقابل إن هم يستلموا رواتبهم. هذا نعم اللي حاصل بكل بساطة، واللجنة ليست بمعزل عما هو حادث في بقية أجزاء الحكومة اليمينية والحكومات الشرعية. نعم يعني أود فقط التنبيه أنه تم التواصل مع عضو اللجنة الاقتصادية فارس الجعدبي بشأن الظهور معنا في البرنامج وتوضيح وجهة نظرهم، ولكنه اعتذر وقال بأنهم يعملون بصمت، يعني وكأن هذه اللجنة الاقتصادية مجرد جمعية خيرية وليست معنية بمليارات الريالات ولا ب يعني أموال الشعب اليمني. إذن عبد الواحد، يعني تصريح حافظ معياد أن هناك مكتبا فنيا معينا بقرار من مكتب الرئيس هادي هو الذي تحمل عمل اللجنة الاقتصادية كاملا، ويقول لقد نبهنا مرارا وتكرارا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها، بل هي من أعمال أجهزة تنفيذية في الحكومة والدولة. كيف تفسر هذا الحديث؟ حافظ معياد بكل بساطة يخلي مسؤوليته أو يغسل يده مما هو حاصل. يعني كيف اللجنة تم تشكيل مكتب فني؟ متى تم تشكيل المكتب الفني؟ وعلى أي أساس؟ لم نسمع إلا من حافظ معياد عبر المنشور الخاص به في فيسبوك أن تم تشكيل هذا المكتب الفني، لكن لم يصلنا أي قرار. هل وصل لكم قرار أنتم إنه في مكتب فني داخل اللجنة الاقتصادية لإدارة هذا النوع من الأمور؟ فهو بكل بساطة حافظ معياد بحاول إنه يتهرب من المسؤوليات المشاكل أو التجاوزات اللي حصلت من قبل اللجنة، وتنفيذ وقيام بمهام ليست من صلب تخصصها وليست مقرة في القرار التي أنشئت بموجبه. فيعني هذا من الواضح إنه في خلافات داخل اللجنة، ومن غير الواضح أصلا من يمثل اللجنة ومن خارج اللجنة حاليا، لأنه إحنا اللي شفنا الناس اللي هم مفترض في البداية كانوا أعضاء اللجنة، بنجد عندنا حافظ معياد وعندنا منصر صالح القعيطي مش موجود في الأردن، مقيم ولا يحضر ولم يتواجد من أول إنشاء اللجنة. أحمد بن أحمد غالب أيضا ذكر بشكل واضح في حسابه على فيسبوك أن اللجنة لا تجتمع منذ مارس أو أبريل الماضي. أحمد ثابت العبسي أصلا محتجز من قبل الحوثيين، موجود في صنعاء ولم يحصل تواصل معه نهائيا. نفس الشيء بالنسبة لعبيد سعد شريم، موجود في صنعاء ولم يشارك في هذه اللجنة نهائيا. ما فيش في اللجنة عمليا حسب ما وصلنا وحسب ما تابعنا إلا حافظ معياد، وهو انشغل طوال ال6 أشهر الماضي في البنك المركزي اليمني كمحافظ البنك المركزي حتى تم إقالته مؤخرا. وظهر لنا مؤخرا فارس الجعدلي عندما تصور مع مدير إحدى الشركات التي زعم بأنها فاحصة وتختص بإعطاء التراخيص الخاصة بالجودة لما يتم استيراده من مشقات نفطية. فاللجنة زي ما ذكرنا من البداية هي أداة أنشأوها ناس معينين في مكتب الرئاسة. يعني إحنا ممكن نقول ببساطة اللجنة هذه تشتغل عند جلال هادي وأحمد العيسي وعبد الله العليمي، هم هؤلاء المسيطرين على المكتب البلد الفني الذي أشار له ربما حافظ معياد. من الظل مش عارفين من هو هذا. نعم، إذا سنتطرق لهذا الموضوع وأمور أخرى لم نسمع عنه إلا فيه. نعم، سنتطرق لهذا الموضوع أستاذ عبد الواحد، ولكن بعد انضمام الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي. مساء الخير أستاذ فاروق. مساء النور. أهلا بك أستاذ فاروق. تحدثت في حديث لك للصحافة عن انحراف مسار اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، هل لك أن توضح لنا ما هو هذا الانحراف؟ ما الذي يفترض به أن يعني يتم لتصحيحه؟ أولا عندي ملاحظة على العنوان، أصبحت اللجنة الاقتصادية غطاء للفساد. نعم تفضل.
اللجنة الاقتصادية هي لجنة استشارية، لجنة تقدم مقترحات وخطط اقتصادية. نعم. ليست لجنة تنفيذية حتى نتحدث عن عمليات فساد. ليست لديها ميزانية كبيرة أو أموال تنفق. بالنسبة لانحراف اللجنة طبعا هو أساسا هي لجنة تقدم استشارات وخدمات وخطط اقتصادية لإنقاذ الريال أو بشأن الاقتصاد بشكل عام. لكن كنا نلاحظ انحرافها إلى تأدية مهام تنفيذية. نعم. و نعم. نعم تفضل. يعني أنت تجد أن العنوان يعني لا يطابق الصحة، أنه ليست غطاء الفساد لأنها مجرد لجنة استشارية، لكنك تحدثت عن انحراف مهامها وتحولت إلى لجنة تنفيذية. نعم. نعم، أليس هذا جزء من الفساد أيضا؟ بالطبع بالطبع، اللجنة المهام التنفيذية لم تكن من مهامها، لكن المعلومات أن اللجنة أنشأت مكتب فني تنفيذي، هذا المكتب الفني يتولى القيام بأعمال تنفيذية، منها الإشراف على قطاع الوقود، على تنظيم سوق الوقود، والإشراف على تنفيذ القرارين 75 والقرار 49، بحصر مهمة استيلاد الشقة النفطية على شركة مصاري عدن. نعم. هذا القرارين اللجنة المستوى الفني تشكل من مندوبين عن الجمارك والضرائب والمالية والبنك المركزي، ومهمته تنفيذ هذين القرارين، القرار 75 والقرار 49، بهدف تحصيل رسوم جمركية عن الواردات، واردات الوقود تصل إلى أكثر من 80 مليار ريال، وكانت مهدرة وهي أبغى استفيد منها الدولة واستفيد منها تجار الوقود. سوق الوقود غير منظم ومرتبك، وهناك الكثير من الشركات، وهناك أزمات متكررة في الوقود خاصة في مناطق الفلسطينيين وارتفاع الأسعار. وأعتقد أنه كان لابد من ضبط وتنظيم سوق الوقود عن طريق هذين القرارين. نظريا القرار 75 والقرار 49 هي قرار ممتازة، لكن المشكلة في التنفيذ. ما يعني هل لو وضحت لنا ما هو ملخص قرار 49؟ يعني هل ترى أنه سيساهم في حل هذه التفكيك هذا الوضع؟ القرار 49 هو يعني هدفه بشكل رئيسي أو بدرجة رئيسية تحصيل رسوم جمركية مهدرة. رسوم جمركية كانت تذهب للتجار ولا تستفيد منها الدولة. الهدف الرئيسي هو تحقيق عائدات تصل إلى أكثر من 80 مليار ريال سنوياً، يعني تربط خزينات الدولة. نعم. وهذه مصلحة للدولة. طبعاً عن ذلك هي مصلحة للمواطن، من خلال إذا تم تنظيم سوق المشتقات وتقديم المشتقات النفطية بأسعار مقبولة ومعقولة وتسهيل وصولها إلى المواطن. وهناك اعتراض الآن حالياً من الحوثيين على القرار، على القرارين، على القرار 75 والقرار 49، لأنه يهدد مصالحهم بشكل رئيسي، ولديهم عدة شركات تصل إلى حوالي 30 شركة في استيراد الوقود، وهي شركات تتبع قيادات الجماعات السعوديين، ومستفيدين من تجارة الوقود ومن السوق السوداء لتمويل حروبهم وأنشطتهم. نعم. الآن تجار النفط يشتكون بأن هناك أن اللجنة الاقتصادية تفرض عليهم جمارك حتى قبل وصولهم إلى الميناء، وعند وصولهم الحوثيين يطالبونهم بجمارك أخرى. هناك أيضا يعني أرقام مهولة يتم أخذها منهم عند فحص العينة التي المحملة بها السفن، بعض التجار لا تأخذ منهم. هناك تلاعب كبير يعني، و يعني تصريحات من قبل هؤلاء التجار بأرقام مهولة يتم يعني أخذها من اللجنة الاقتصادية. من الطبيعي يعني يشتكي أو ينزعج التجار. نعم. من القرارات الحكومية الأخيرة، لأنها قرارات تهدد مصالحهم أو تهدد بتجارتهم، وليس بالضبط، ولكن دفعهم للرسوم للحكومة الشرعية. هذه رسوم قانونية، رسوم قانونية مقررة بقوانين وليست أتاوات كالتي يفرضها الحوثيين في مناطقهم. رسوم قانونية تحصلها اللجنة الاقتصادية؟
ليست اللجنه الاقتصاديه. نعم هم يشتكون من اللجنه الاقتصاديه تحديدا استاذ فاروق، ولكن اسمح لنا فقط ابقى معنا. ينضم معنا احد تجار النفط وهو السيد حسين الحسيلي عبر الهاتف. مساء الخير استاذ حسين. الو. نعم مساء الخير. مساء الخير، مرحبا، حياكم الله. اهلا بك، اهلا بك استاذ حسين. يعني كونكم تجار النفط نود ان اسالكم ب يعني والعديد من الناس يتابعون لما تحدث ازمات الوقود في البلاد استاذ حسين. اول شيء نشكركم على اتاحة الفرصه. اهلا بك لنا في قناتكم القناه المحترمه. المشكلة اللي نعاني منها هي مشكلة عامة وليس مشكلة شخصية أو مشكلة فردية، المشكلة مشكلة بلد بالكامل. فإحنا طبعاً إحنا نشتغل في وضع غير طبيعي ونتحمل أعباء ونتحمل صعوبات ومخاطر على أساس إن إحنا نوفر المواد ونوفر الكميات لاحتياجة الناس، لكن إحنا نواجه صعوبات في كل مكان. بالنسبة لما حدث في الفترة الأخيرة هو يعني حدث غير مقبول وغير منطقي، إنه إن حد يطلب رسوم من سفن رايحة إلى أمينة محددة تكون مثلا تحت حكم الشرعية أو حكم العوثيين أو حكم أي حد. ما فيش في العالم كله حد يدفع رسوم في البحر، الرسوم دائما تدفع عند وصول المواد الى الموانئ وبعد فحص البضاعه وقبولها من الجهات المختصه. لكن احنا واجهنا يعني انتم مشكلتكم اخ حسين، حتى يتم التوضيح، انتم مشكلتكم انه انك تقول انه يتم تحصيل رسوم منكم قبل وصولكم الى الميناء. يعني لو كان هناك رسوم عند وصولكم للميناء لا مشكله. طبعا احنا لم يتحصلوا مننا في البحر ولا ندفع في البحر. احنا اصلا احنا عندما نوصل للميناء دائما بندفع في الميناء، وهذا شيء اذا كانوا يريدوا يدفعوا الرواتب او يدفعوا يعني شانهم، شان السلطه الذي سلطه الامن الواقع الذي قايمه على الميناء وقايمه على الجمارك وقايمه على البلد بشكل عام، يعني فهم انهم يدفعوا الرواتب. لكن احنا يجي يستخدمني انا في البحر انه يعصر يد غيري بي، ما بيمشيش الامور، ولا بيحصل انه مثلا حد بيدفع الرسوم مرتين. احنا الان لحد الان متحملين اعباء تقريبا 15 مليون دولار في مده حوالي 60 يوم مجموعه تجار. رسوم ماذا؟ رسوم ايش هذه اللي بتدفعوها؟ ندفعها اجور السفن، دمرج يسموه، كل يوم علينا على كل سفينه 20,000 دولار، ومنها 12 سفينه محجوزه، اليوم شهرين ندفع على كل سفينة 20,000 دولار، فتقريبا وصلنا لحد 15 مليون دولار. وقبل فترة احتجزينا السفن تقريبا لمدة مماثلة ودفعنا تقريبا 20 مليون دولار. لماذا؟ من احتجزها؟ بيحتجزوا على اللجنة الاقتصادية، بحجج انه حجج في بعض الاوقات حجج انه هي ان في قصور في الاوراق ومره طلبات جديده، وكل يوم احنا في طلبات، وكل يوم احنا في اضافه طلبات، ولا عرفنا كيف نعمل. يا اما نوقف ان احنا نوقف الشعب هذا يموت اللي يموت، او نتعرض للخسائر. فاحنا متعرض لخسائر كبيره، المره هذه والمره اللي قبلها. فالوضع يستوقحمونا في الموضوع السياسي واحنا بعيد عنه، واحنا لن ندخل في المعركه السياسيه. احنا تجار وطنيين، نتبع وطن، لا نتبع لا حزب ولا ساس. نعم اسمح لي بس اخ حسين حتى نوضح للناس، يعني الان فهمت منك انكم تدفعون الضرائب مرتين، مره للحكومه ومره للحوثيين، اليس كذلك؟ لا لم يحصل هذا. إذن لم يحصل احنا ندفع مرتين. احنا مطالبين، احنا دائما ندفع الرسوم في الحديده
طيب. كل مرة نفر في العديد وندفع الرسوم، إلا المرة هذه وقفوا السفن في البحر وقالوا ندفعوا عادي في البحر، يعني على أساس إن إحنا ندفع في البحر. طبعا لو دفعنا في البحر هنوصل للعديد يقولوا اشتروا منا رسوم. يعني أنتم اعتراضكم أنكم هذه المرة طلبوا منكم الدفع في البحر وهي للحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية، وأنتم ستضطرون للدفع بطبيعة الحال في من الحديدة الحوثيين، أليس كذلك؟ أيوه هم بتكلم، أيوه هم بتكلموا على أساس أنهم يدفعوا الرواتب، لكن إحنا ليس جهة معنية أن إحنا ندفع رواتب وغير رواتب، وليس إحنا جهة. طيب ما هو الحل من وجهة نظرك؟ كل طرف الآن أخ حسين يجد أنه محق، يعني الحكومة الشرعية تجد أنه من حقها القانوني أن تستلم هي الضرائب بحكم أنه لم يتم تخليص من الحديدة، والحوثيين بطبيعة الحال يريدون أن يعني يأخذوا ضرائبهم، فبالتالي ما هو الحل من وجهة نظركم أنتم كتجار؟ الحل يا أما الحكومة الشرعية تأخذ الحديدة وتشيل الرسوم، أو اللي في الحديدة يشيل الرسوم، غير هذا الكلام ما عايش. نعم، إذا شكرا جزيلا لك حسين. تحب تضيف شيء؟ شكرا جزيلا، الله يسلمك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك حسين الحسيني تاجر نفط، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك فقط فاروق عند هذه النقطة. نعم، أنت وجدت أنها تسهيلات، يعني تحصيلات رسمية قانونية، ولكن يتحدث معنا أحد التجار وهو يتحدث من منطق تجارة، قال يعني لا شأن لنا بالإشكاليات السياسية، أن يطالب يعني أن يكون مطلوب مننا أن ندفع مرتين، مرة في عرض البحر للجنة الاقتصادية، وسنصل بطبيعة الحال ندفع للحوثيين، أليس ذلك يعني كلاما منطقيا بالنسبة لهم؟ هذا يحدث حتى في واردات المواد الغذائية، التجار يستلموا ضرائب من عدن، والحوثي لدي منافذ في دمار ويسلح وقناطر كبيرة، ويقوم بتحصيل رسوم جمركية على واردات السلع الغذائية. فحتى لو حررت الشرعية الحديدة متوقع أن يقوم الحوثي بمنافذ جمركية في الحويت أو في حجة أو في داجل، ويقوم بتحصيل رسوم عن أو دعوات على واردات الحوثي. بحسب نظري إعادة النظر في آلية تنفيذ القرارين 75 والقرار 99 بخصوص حصر استغلال المنطقة الريفية على في عدن. وأعتقد الحكومة في خطابها إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبدت استعدادها، أبدت مرونة في إمكانية مراقشة آلية بديلة أو آلية تنفيذية بديلة. نعم، من المخول بتنفيذ هذا القرار أستاذ فاروق؟ يعني أنت قلت بأنه ليس من صالح الحوثيين تنفيذ هذا القرار، إذا من يفترض به أن يقر هذا القرار ويتم العمل به طالما هو في صالح جميع الأطراف، خاصة لو تحدثنا عن الشعب والتجار؟ الآن المشكلة من الحوثيين، الحوثيين يفتعلوا أزمات وقود في مناطقهم ويقومون بحجز المنظمات الدولية في صفهم بدعوى الوضع الإنساني أو تفاقم المعاناة الإنسانية. الحوثيين يتاجرون بمعاناة الناس ويستخدمون الناس كمكارث لتحقيق أهداف خاصة وتنمية تجارتهم وتمويل أنشطتهم وحروبهم. المطلوب هو أن تتولى الحكومة تنفيذ القرارين وتتولى تنظيم سوق المشتقات النفطية وضبط واردات الوقود. نعم. سواء في مناطق المحررة أو في مناطق الحوثيين. وهذا أعتقد تتطلب بإشراف من الأمم المتحدة أو تدخل من الأمم المتحدة للخروج بآلية تنفيذية مقبولة سواء للتجار أو من جهة الحكومة أو الحوثيين. نعم. إذا شكرا جزيلا لك فاروق الكمالي الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي. عودة إليك عبد الواحد. عبد الواحد، يعني تحدث معنا أحد تجار النفط حسين الحسيلي وتكلم أنه من غير المقبول أن يتم تحصيل الجمارك مرتين، وربما هذه المرة الأولى، قال يعني نحن عادة كنا نحصل الجمارك فقط في الميناء، ولكن هناك تلاعب من قبل اللجنة الاقتصادية وتأخير ويعني تلكؤ كما قال في مسألة إنزال الحمولة، واليوم الواحد على السفينة الواحدة مبالغ خيالية يتم دفعها. فيما يرى الأستاذ فاروق بأن الحل هو تطبيق قرار 49، ما رأيك؟
وزي ما ذكر الأستاذ فاروق إنه القرار في ظاهره جيد ويخدم الحكومة الشرعية، لكن مشكلة دائما في التطبيق، لأنه إذا ما فيش تطبيق لأي قرار هو بيصبح غير مفيد، وممكن يصبح على العكس، ممكن يصبح مضر ويسبب مشاكل للناس. ولا الشيخ حسين الحثيلي هو جاب الموضوع ببساطة وباختصار، إنه يا إما تأخذوا الحديدة وتحصلوا أنتم الإيرادات والجمارك، أو إنه إحنا مضطرين ندفع للحوثي، لأنه هو عمليا اللي مسيطر على الأرض، والحوثي مسيطر على الأرض. وزي ما ذكر الأستاذ فاروق بشكل بسيط، إنه الحوثي بيستخدم المدنيين كدروع بشرية، مش بس في الحرب، بيستخدمهم كذلك في الملف الاقتصادي. والحوثي ما مسيطر وما عندوش استعداد إنه يتنازل، مش بس في هذا الملف، الحوثي مغلق لمعابر مدينة تعز من أكثر من 5 سنوات، الحوثي مغلق لمطار صنعاء، وبيزايد على هذه القضية أمام المجتمع الدولي. الحوثي بيستولي على المساعدات الإنسانية، الحوثي مسيطر على الأرض وهو من بيفرض شروطه. ومحاولة الحكومة الشرعية إنها تجبر التجار إنهم يدفعوا مرتين، حتى لو افترضنا إن التجار وافقوا على هذه القضية، هذا الدفع وهذه التكلفة الإضافية هيتحملها من في الأخير؟ هو الناس في المواطن في هذا، الأخير اللي نعم. يتحملها، والمواطن مش متحمل. لكن أنا في رأيي الشخصي إنه العذر اللي جابته الحكومة الشرعية، يعني كان آخرها رسالة عبد الله السعدي مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة اللي وجهها الوكيل الأمين العام للمتحدة للشؤون الإنسانية، إنه الحكومة ترغب في تطبيق القرار رقم 49 لإعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية. وهذا القرار عمليا هو في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، زي ما قلنا سابق، لأنه أن تحاول الحكومة التحجج بتحصيل إيرادات ورسوم وجمارك بعذر دفع الرواتب ليس إلا كذبة كبيرة. لأنه إحنا كم مبلغ الرواتب حسب الميزانية التي رفعت بها الحكومة بداية السنة؟ بند الرواتب الوحدة حوالي 2 مليار و400 أو 500 مليون دولار حسب سعر الصرف. كم عسى الله هي إجمالي المبالغ أو الرسوم اللي سيتم تحصيلها؟ الأستاذ فاروق ذكر إن هي 80 مليون دولار طوال السنة. هل تستحق 80 مليون دولار إن إحنا نعذب بسببها 20 مليون نسمة موجودين داخل مناطق الحوثي؟ يعني ما يعني تصورش ألا إنه تجد هذا يعني أن الموضوع الكل يبحث عن يستحق. مصلحته بهذه الصورة؟ يعني ألا يفترض أولا يعني اللجنة الموضوع الاقتصادية أنا زي ما تجاوزت ذكرت لك، مهامها وفرضت يعني تعقيدات أيضا على التجار، يعني أن يخسر التاجر في اليوم الواحد على السفينة الواحدة 20,000 دولار ليس بالمبلغ الهين، وهو كما قلت يعود سلبا على المواطن لأن التاجر يريد أن يستعيد خسارته. فلما تضع كل هذه التعقيدات وتتعامل يعني مع احترامي كميليشيا، يعني لا تفرق عن أعمال الميليشيا التي لا تهم إلا مصلحتها ولا تهم هذا المواطن؟ أليست هي الحكومة التي يفترض أن تكون هي ممثلة لهؤلاء الناس؟ بالضبط، هي هذا اللي حاصل. وزي ما ذكرت انا في بدايه الحلقه، اللجنه الاقتصاديه بكل اللخبطه اللي موجوده داخلها هي مجرد اداه لتحصيل اتاوات، او تحصيل بيسموها هم رسوم وجمارك لمصلحه المستفيدين داخل مكتب الرئاسه. اما الميزانية أو البنك المركزي أو تحصيل إيرادات الدولة، فهذا كله ليس إلا كذبة كبيرة ومزايدة على حساب الشعب. إنه يعني الحكومة لو هي عندها نية حقيقية في إنها تحصل إيراداتها، تستعيد سيطرتها أول شيء، أو تستعيد استقلالها من دول التحالف، وتحاول إنها تستعيد عمليات إنتاج النفط من الحقول المتوقفة، وتبدأ تصدر نفط وغاز مسال، وتستعيد أصلاً الإيرادات اللي هي موجودة في مناطق الشرعية، في موانئ مناطق الشرعية، وفي المنافذ
الموجودة في المناطق الشرعية. هذه كلها الإيرادات لا تسيطر عليها الحكومة، ليش وصلت لعند الحديدة والموضوع تأزم بهذا الشكل؟ ما كانش المفروض إنهم ينتظروا؟ هم طالما أنهم شايفين الحوثي مصمم على رأيه وغير موافق إنه يستغني أو يتنازل عن هذه الرسوم، إذا لازم كان تضع مصلحة الناس والوضع الإنساني لليمنيين فوق كل اعتبار. ومبلغ الرسوم مبلغ بسيط جدا وصغير ولا يستحق كل هذه الأزمة. هذه الأزمة اتعاملت لمصالح ناس بعينهم ذكرناهم في البداية. نعم، يعني البعض يقول معلقا على يعني عمل اللجنة الاقتصادية أن هذه اللجنة الاقتصادية لم تعد سوى يعني حافظ معياد وفارس الجعدبي، ومدى علاقتهم بجلال والعيسي، يعني هل تجد ذلك حقيقيا خاصة بعد تصريح أحمد غالب الذي قال بأن اللجنة لم تعقد منذ 6 أشهر وتشتتت وليست موجودة عمليا؟ من الواضح أن داخل اللجنة نفسها حافظ معياد في جبهة وفارس الجعدبي في جبهة أخرى، وأنا أعرف أنه في تقارب بين فارس ورئيس الوزراء يعني، وفي خلافات بين رئيس الوزراء وحافظ معياد، وبالتالي هناك لعبة مصالح ومشاكل بينهم البين لا تعني لليمنيين ولا دخل اليمين بها نهائيا. فهذه الأزمة ليتم حلها زي ما ذكر الشيخ الحثيلي أنه لازم يحلوا مشاكلهم بعيدا مع ميناء الحديدة، ويحاولوا يحرروه إذا هم حابين يحصلوا على الإيرادات. وطالما الحوثي موجود هو هيحصل، زي ما قال فاروق هو ممكن يحصل إيرادات أو يحصل إيتاوات داخل 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 الأرض بعيدا عن الميناء. فالمشكلة هذه مشكلة الحوثي، والحوثي موجود، والحوثي في كثير قضايا عالقة لا بسبب تعنته، بسبب تمترسه خلف اليمنيين وخلف معاناة المواطنين. وذكرنا قبل كذا موضوع مشكلة حصار مدينة تعز وإغلاق مطار صنعاء، وفي كمان مشكلة احتجاز الباخرة صافر وطلب فدية 80 مليون دولار. الحوثي طلب 80 مليون دولار ليطلق الباخرة صافر اللي بتشكل قنبلة موقوتة داخل البحر الأحمر. وعمليا الحوثي هو بيخلق الأزمات تلو الأزمة ليزيد معاناة الناس ويجعلهم يضغطوا على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لتحقيق مصالحه. فهو موجود وهو بيتحكم بالمشهد، والحكومة إذا مش قادرة تواجه الوضع كما هو عليه فما فيش داعي إنها تصدر مثل هذا النوع من القرارات وتدخل في خط الابتزاز ونفس أساليب الميليشيا، والضحية في النهاية هو المواطن. نعم، إذن أستاذ يعني هناك تساؤل عن دور رئيس الوزراء الذي قال لا علاقة له بالسياسة. الاقتصاد هل أيضا لا علاقة له به؟ يعني ما يحدث للمواطن من أزمة بترول، ما يحدث للتجار من تلاعب، ما يحدث لكل يعني البلاد بطولها وعرضها من أزمة اقتصادية حقيقية، ولا نجد له أي رأي أو أي تحرك جاد نحو ذلك؟ هو من الواضح أنه لا يوجد له تأثير كبير على المشهد، واضح انه تم استخدامه لاصدار هذا القرار ولا شيء غير ذلك. والا لو كان الحكومة اليمنية بمؤسساتها الطبيعية بتقوم بدورها لما احتجنا اصلا للجنة مثل اللجنة الاقتصادية ومن داخلها من يتلاعبون بمصائر الناس. والحكومة اصلا ضمن الخطة التي أرسلتها أنها ستحاول رفع إنتاج النفط، ستحاول توريد إيرادات الدولة من جمارك ومن ضرائب في مناطق شرعية اللي هي مفترض أن نسيطر عليها، لكن هذا كله ما حصلش. الحكومة مثلا فشلت في إقناع المانحين، يعني أبسط حاجة، المانحين والمنظمات الدولية الحكومة فشلت إنها تقنعهم أن يوردوا مبالغ المساعدات إلى البنك المركزي. يعني
الأخ فاروق ذكر أنه مبلغ الجمارك هو 80 مليون دولار، هذه ستخدم الميزانية، ستخدم الخزينة العامة للدولة. 80 مليون دولار هذه مصروف أصغر منظمة من منظمات الأمم المتحدة في شهر. أنا إيش بيتكلموا؟ في مليارات بتورد للبلد ولا يلقى لها بال. يعني وصلنا لحد هذا المبلغ الصغير وعملنا مشكلة ل 20 مليون نسمة عشان مصالح ناس بعينهم، ولا لليمنيين ناقة فيها ولا جمل نهائيا. والأولى أصلا على الحكومة طالما هي موجودة أو عشان تثبت فعلا إنها قادرة تعمل شيء، إنها على الأقل توقف العبث بالنفقات الخاصة الموجودة في المعسكرات الوهمية والموظفين الوهميين والناس أو البطالة المقنعة في سفارة اليمن الموزعة على قارات العالم، بالإضافة إلى مسؤولين مقيمين في الخارج يتقاضوا بالدولار الأمريكي دون أن يكون لهم أي مهام أو أي فائدة تذكر. يعني للحكومة مجال كبير ومتسع بأنها تفرض أنها موجودة وأنها قادرة تعمل شيء. يعني إذا الرسوم هذه هتخلق مشكلة لملايين اليمنيين، فأتصور أنه الأولى والأجدى عدم فتح هذا الموضوع طالما هم مش قادرين يفرضوا أي شيء على الحوثي، والحوثي دائما هو ما بيقول كلمته. نعم، برأيك إذن أستاذ عبد الواحد لما يتم تجريف مؤسسات الدولة بهذه الصورة؟ يعني المواطن أصبح يكفر بالشرعية وبالحوثي، فهو يعني ينال الجلد مرتين من الطرفين. ذكرنا في البداية هناك من هم موجودين داخل مكتب الرئاسة لمجرد أنه عندهم السلطة لتوقيع الرئيس، الحصول على توقيع الرئيس وختم مكتب الرئاسة، وهم بيتلاعبوا بمصائر الناس انطلاقا من هذه السلطة. و التحالف بيحيد الحكومة وبيتم التعامل مع المكتب الصغير هذا بمن فيه من 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 متنفعين. يعني واحنا شفنا مثلا في عدن الحكومة حاولت انها تطبق القرار، بينما على اساس المشتقات النفطية تم استيرادها عبر مصافي عدن، برغم انه الحكومة نفسها تعرف أن مصافي عدن غير قادرة وغير جاهزة للتمول استيراد هذه المشتقات، وأن الموضوع كله بغمته حيروح لمصلحة أحمد صالح العيسي، وهو اللي حيستورد المشتقات هذه. والمشكلة هذه يمكن في الأخير هي ما تطلع مشكلة ما بين أحمد صالح العيسي والحوثيين، كل واحد هو يشتي يدخل المشتقات ويستفيد بها لنفسه. يعني لأنه اللي بيحصل الآن حاليا من تحييد المؤسسة الدولة وتحييد المسؤولين والوزارات المعنية والعمل ضمن فرق مصغرة ليس لها تأصيل قانوني وغير أصلا ممكن تكون غير متخصصة وغير خبيرة في هذا المجال ولا تملك حتى الأدوات الفنية، كل ما بتقوم به هو عملية ابتزاز بحتة مثلها مثل أي ميليشيا موجودة، سواء ميليشيا الشمال أو ميليشيا الجنوب. فالحكومة فقط بتتصرف بناء على ما يملى عليها من مكتب الرئاسة والجلال هادي، وهو بيسيطر على كل الموجودين، وطوال الوقت هو بيهددهم، هو عبد الله العليمي، أي مسؤول يخرج عن الطوق أو يخرج عن الطاعة هو عنده الختم وعنده التوقيع لعزله او لاقصائه. نعم، اذا شكرا. وهذا هو بكل بساطه. نعم، اللي حاصل في البلد اللي احنا بنلعب البلد بيتم العبث بها من قبل هؤلاء المافيا. نعم، اذا شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبلي الباحث في الشان الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني الجديد. كونوا برعاية الله وأمنه.